أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله سبحانه والتوكل عليه والاستغاثة به والاعتماد عليه والتذلل بين يديه، فبذلك تكون الرفعة وتحصل المنة وتنال الدرجة وتكون العاقبة المحمودة في الأولى والأخرى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. إن الإسلام في صميمه عباد الله شريعة حرة قد حررت العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ودلت على أن العزة مرهونة بها، والهوان والدون نتيجة للنأي عنها. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ثم إن الفتن التي تعترض أمة الإسلام حينا بعد آخر إنما هي في حقيقتها تمحيص وابتلاء ليميز الله الخبيث من الطيب، ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. وقد شرع الله لنا أن نقابل ابتلاءه بالسراء، بقوله عن سليمان: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. إن غير المسلمين عباد الله لن يرضوا عن أمة الإسلام إلا أن تترك دينها وتبتعد عن شريعتها، أو لا أقل من أن تتراجع أو أن تقدم تنازلات قد لا تبقي من الإسلام إلا اسمه. وهذا أمر ينبغي أن لا يختلف فيه اثنان ولا يجادل فيه متفيهقان، إذ شرف المرء وشرف المجتمع إنما هو في الانتساب إلى الإسلام والعمل به والدعوة إليه والثبات عليه حتى الممات. من غيرته ظروف الحياة أو هز كيانه خطوب وتداعيات ورغبة أو رهبة، ثم زلت قدمه عن دينه بعد ثبوتها، فإنما هو مفرط ضائع ناقض بعد غزل وحال بعد عقد، حتى يصبح فريسة الحور بعد الكور والذل بعد العز. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. فمن هنا عباد الله جاءت شريعة الإسلام بالتحضير على الثبات على الدين والعض عليه بالنواجذ حتى الممات، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم قوله: اللهم إذا أردت بالناس فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، رواه مالك في الموطأ. بل كان صلى الله عليه وسلم يحدث عن المؤمنين ممن كانوا قبلنا فيقول: كان الرجل في من كان قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين وما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب وما يصده ذلك عن دينه. فيا ليت شعري أين ذوو الأقلام النيرة والأفهام السوية يدلون الناس على ما يحفظ لهم دينهم ويحصن كيانهم ويزرع الثقة في مبادئهم وشريعتهم ومناهج تعليمهم، ويحذرونهم من شرور المبغضين وحسد الحاسدين، ويقيمون لهم ميزان العدل في القول والعمل، فيرجعون عقلاء مميزين يعرفون ما يأخذون وما يذرون. فبلاد الإسلام مستهدفة، وثوابت الشريعة الغراء تواجه تضليلاً وتشكيكاً من خارجها وداخلها، بل وممن على أرضها ويتكلمون بلغتها. فيا أيها الناس، أن التراجع والتخاذل بين المسلمين إنما يجيء بالدرجة الأولى من داخل النفس قبل أن يجيء من ضغوط من سواهم. ولسنا أول أمة ابتليت وفرض الله عليها أن تثبت على دينها وتكافح لأجل أن تحيا عزيزة شماء. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين،
برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفرطين ولا مفتونين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.